مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مراسلون الذي نصحبكم من خلاله بين مختلف قصصنا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية برفقة مراسلين في الميدان. وفي قصصنا لهذا الأسبوع، عين قينيا السورية المحتلة، بلدة اتسمت بتآخي الأديان وما زالت حتى اليوم تصون كنيستها التاريخية رغم تهجير مسيحيها. القضية الفلسطينية هي محور الأفلام المرشحة لجائزة مهرجان القدس السينمائي المقام في مدينة غزة. المبادرات البيتية، نساء يساعدن في الاقتصاد المنزلي لمواجهة الظروف الصعبة.